نستطيع أن نكتب مثلها تماما بدون أي مشكلة. ليه؟ لأنه عندنا الكتب التي ضبطت لنا ماذا كان في تلك المصاحف. شايفين؟ إذن علم رسم المصاحف يجعلنا قادرين على أن نكتب مصحفا مطابقا تمام المطابقة للمصحف الذي كان في مكة أو المدينة أو الكوفة أو البصرة أو الشام أو اليمن أو البحرين. وما خافه علماؤنا قد حدث، فالمصاحف العثمانية 7 قد تلفت مع مرور الزمن، ولا يوجد منها ولا واحد في عصرنا، وإنما يوجد مصاحف قديمة تعود إلى القرن الأول، مثل مصحف طشقند، مثل مصحف طبقبي سراي في إسطنبول، متحف طبقبي سراي، مثل مصحف اسمه مصحف المشهد الحسيني في القاهرة، مصحف ضخم طلعت عليه بنفسي، مصحف ضخم قديم من القرن الأول لكن ما هو عثماني. تبهنا كيف؟ ففي 4-5 مصاحف بهذا العصر قديمة تعود إلى القرن الأول، لكن المصاحف العثمانية أصابها ما أصابها، وغالبا السبب هو الحريق. غالبا السبب شو هو؟ الحريق. واضح إخواني؟ فجزى الله أئمتنا علماء رسم المصاحف على ما أسدوه لهذه الأمة من خدمة جليلة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة، قال لله ولي رسوله ولي إيه؟ ولكتابه. هذا من النصيحة للكتاب. علماء الرسم، علماء التجويد الله يجزيهم الخير، ضبطوا لنا أصوات القرآن. علماء الرسم ماذا ضبطوا لنا؟ حروف القرآن. علماء الضبط عندنا علمين يا شباب، علم اسمه رسم المصاحف وعلم اسمه إيه؟ الضبط. الرسم هذا نبوي، الضبط هذا اجتهاد من العلماء. فكل علم شو عم يعمل يا أخواني؟ عم يخدم النص القرآني من زاوية غير زاوية العلم الآخر. علم الوقف والابتداء، هذا العلم يحرس النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. هذه الكلمة تابعة للجملة هذه، مو تابعة للجملة هذه. إذا قرأت مع هذه الجملة أفسدت المعنى. تبهنا كيف؟ فنرى على اللوحة الفرق بين رسم المصحف والرسم الإملائي الحديث. ينحصر الفرق بينهما في 5 مسائل، هي حروف تنطق وهي محذوفة في الخط، حروف بالعكس بقى مكتوبة وإيه؟ ولا تنطق، حروف مكتوبة بكيفية وتقرأ بإيه؟ بكيفية أخرى، المقطوع والموصول من الكلمات، وما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث. هذه 5 احفظوها، اللي بيحب يصورها يصورها. حروف تنطق وهي محذوفة في الخط، حروف مكتوبة ولا تنطق، مكتوبة بكيفية وتنطق بكيفية أخرى، المقطوع والموصول من الكلمات، وما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث. وإليك بيان كل في اللوحات التالية. حروف تنطق وهي محذوفة في الخط، مثل ألف مالكي. هلا لما بنقول نحن مالكي يوم الدين بالخط ما في ألف، لكن تنطق ولا ما تنطق؟ على قراءة مالك تنطق. ذلك الكتاب، ما في أحد من القراء بيقول الكتاب أبدا، كلهم شو بيقولوا؟ الكتاب، مع أنها بالخط إيه؟ ما هي موجودة. الواو مثل داود، أيضا هذه الواو ما هي موجودة، وورية مرت معنا منذ قليل، لا بد أن ننطقها ولو لم تكن موجودة في الخط. الياء مثل فما آتاني الله على قراءة حفص، إيلافهم أيضا، الياء في إيلافهم. اللام مثل من والليل، والليل مكتوبة بكم لام؟ بلام واحدة، مع أنه المفروض يكون لها كم لام؟ لامين، لام لكلمة ليل ولام التعريف كما نكتبها نحن بإيه؟ في الإملاء. إذا عم تكتب بالإملاء كلمة الليل بدك تكتبها بكم لام؟ بلامين، لكن بالمصحف الشريف مكتوبة إيه؟ بلام. فهذا من الفروق. واللائي أيضا، واللائي مكتوبة بإيه؟ بلام واحدة. النون من ننجي المؤمنين، حروف مكتوبة ولا تنطق، هي في الخط موجودة لكن ما أحد يقرأها. الألف من قالوا، ولا أحد ينطق هذه الألف أبدا. أو لأذبحنه، هذه الألف أيضا ما أحد ينطقها.
ولا تقولن لشيء في الكهف. ما أحد ينطق هذه الألف أبدا. مئة 300 سنين وازدادوا 900. ما أو قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100. فمئة مكتوبة هكذا وألفها لا ينطقها أحد أبدا. الواو في أولئك ما أحد ينطقها. سأريكم دار الفاسقين ما أحد ينطقها. أولو أولاتي نعم. الياء من بأيد، بأيد مكتوبة بياءين وكل القراء يقرؤونها بإيه؟ بياء واحدة. نبأ المرسلين ما أحد ينطق هذه الياء. وملائهم أيضا ما أحد ينطق هذه الياء. الأمر الفرق الثالث بين الرسم الإملائي ورسم المصحف، حروف مكتوبة بكيفية وتنطق بكيفية أخرى. نحو الألف المكتوبة في واو الصلاة والزكاة والربا، ما أحد يقول الربو ولا أحد يقول الزكو، كله شو بيقول؟ الربا والزكاة. الألف المكتوبة ياء يصلاها بشراكم التوراة. الهمزة المكتوبة واوا تفتأ نعم العلماء ويدرأ. الهمزة المكتوبة ياء تلقائي من ورائي آنائي. السين المكتوبة صادا ويبسط بسطة فاذكروا. الفرق الرابع بين الرسم الإملائي والرسم القرآني، المقطوع والموصول من الكلمات. نحو ما رسم مقطوعا، ما لهذا، ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب، مكتوبة هكذا كما ترون أمامكم. ميم ألف بعدين لام لوحدها بعدين هذا، انتبهنا كيف؟ هكذا مكتوبة لكن تقرأ ما لهذا. وحيثما مكتوبة إيه؟ مقطوعة. الياسين، الياسين مكتوبة إل لوحدها وياسين لوحدها، مع أنها على قراءة الياسين كم كلمة؟ كلمة واحدة بوزن إفعاليل. ما رسم موصولا مثل يا ابن أم ويكأنه، شايف؟ ما رسم الآن. الفرق الخامس، ما رسم بالتاء المبسوطة منها آتي التأنيث، نحو ورحمة ربك نعمة الله امرأة نوح. هذه الفروق الخمسة أيها الإخوة بين الرسم الإملائي ورسم المصحف الشريف، وهذه المباحث الخمسة هي أس وأساس ما يعرف بعلم رسم المصاحف والمؤلفات التي ألفت فيه. جزا الله علماءنا عنا كل خير. تعال شوف لي هالمشكلة.